هلا، أنا ثور من قناة ميجا فيلم، واليوم راح نقدم لكم قائمة جديدة من أفلام الإثارة والتشويق أو بارت جديد. حب هذا النوع من الأفلام، قصصه غريبة والأفلام اللي فيه جدا حماسية. ففي هذه القائمة جبت لكم 5 أفلام رتبتها لكم من جيد جدا إلى الممتاز، وكلها ممتازة ولكن أفضل 3 الأولى. لا تنسون تعطون هذا المقطع لايك وبكون شاكر لكم، وأيضا إذا تكتبون آخر فيلم أو مسلسل شاهدتموه تحت في التعليقات. Hello. جديد وغريب وعجبني من 1.5 ساعة تستحق المشاهدة، عن امرأة ورجل كانوا في طريق سفر، فجأة البنزين قرب يخلص، قرروا الذهاب إلى أقرب محطة، بس الصدمة أول ما تقرر إيميليا الذهاب لشراء الأكل، ولكن الشيء المرعب أول ما تجد نفسها في ورطة ولا يمكنها الخروج من هذا المكان، والسبب إن في قناص قاعد يهددها ويقول لها إذا تحركتي من مكانك راح ينهي حياتها، بس الحماس والقصة الأغرب لن تتوقف هنا. I got a murder case. You know who the perps were. Whenever they came close, I could hear my heartbeat louder in my head. Who are you? المرهيب ومظلوم لحد النخاع. أعجبني أول ما خلصت كان ودي أشوفه ثاني مرة، بس للأسف ما أقدر لأني لازم أشاهد أفلام ومسلسلات ثانية علشان أتكلم عنها. النهاية الغريبة والغير متوقعة كانت مميزة من هذا الفيلم. الفيلم يتكلم عن تيري اللي سوى عملية نقل قلب من رجل مات هو وزوجته في حادث سرقة. طيب يا ثامر، متى يبدأ الحماس؟ كل فترة تيري تجيه تخيلات ويشوف أجزاء من جريمة قتل يحاول كشف سر هذا اللغز المخيف. الفيلم حالاته لما تيري قلبه يدق بسرعة، وكل مرة يدق قلبه يخليك في توتر معه. فيلم حرفيا صعب أوصفه، ادخلوه وانتم مطمئنين. وانجوي. فيلم جيد راح يصدمكم وصعب تتوقعون أحداثه، حرفياً قصته صعب أشرحها لكم لأن لو شرحت فيها أي شيء راح يكون فيها حرق. راح نشوف الأم اللي تهتم بالفتاة واللي تعاني من كل الأمراض. الشيء الغريب إنها صغيرة. فيلم أعطوه فرصة ولا تحكمون عليه من القصة، فهو تجربة تستحق الفرصة. It's a portable vault worth about 18 million. Wolf King's probably gonna want those back. Okay, this is a real problem. It's here. Open the gate. That's against the rules. Rules? Is that the rule breakers? Honey, where would you be? متعة وأكشن وإثارة وأكثر في هذا الفيلم. أعجبني وقلت لازم أعطيه فرصة. شوفوا في المستقبل أعمال الشغب في كل مكان والكل قاعد يدمر المدينة. الحماس يبدأ أول ما يحاول المجرمين الدخول إلى غرفة طوارئ سرية تهتم فيها ممرضة عنيدة، ومن طرف آخر راح نشوف 3 أشخاص يحاولون الحصول على فرصة العمر أثناء هذه الكوارث، ولكن القصة والحماس ما راح يوقف هنا. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis. فيلم حرفيا يا حظ اللي ما شاهده، وتقدرون تشوفونه أكثر من مرة، ممتع للغاية. صدقوني لو أبي أتكلم عن جماليته ما راح أخلص، ممتع للغاية. في المستقبل وبالتحديد 2045 صار العالم كله يعتمد على الواقع الافتراضي للهروب من العالم المدمر، ولكن الحماس يبدأ أول ما يحاول الفتى اليتيم للفوز باللعبة. إذا فاز فيها راح يكون أغنى شخص بالعالم. صدقوني فيلم لو ما شاهدتموه فعلتم قرار خاطئ بالتأكيد. كان معكم ثامر من قناة ميجا فيلم، اتصلوا اشتراك بالقناة واللايك والنشر.